أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذا العدد الخاص الذي نقدمه لكم من قناة الجزائرية الدولية حول الاجتماع الوزاري لأعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك وحلفائها المنتجين والمنتجين المستقلين كروسيا، اجتماع حاسم تترقبه أسواق النفط على غرار البورصات العالمية في لقاء يقيم عليه مخاوف من تفاقم الوضع الوبائي من جراء ظهور متحور جديد قد يعصف بالطلب العالمي على الطاقة بالتزامن مع توسع حرب كبار المستهلكين لضخ المزيد من المعروض النفطي باللجوء لاستغلال مخزوناتهم الاستراتيجية. لمناقشة الموضوع في إطار متابعة الاجتماع لتحالف أوبك نسعد باستضافة في البلاتو، هناك ضيفين هنا في البلاتو، كل من الدكتور بوبكر سلامي خبير اقتصادي، مرحبا بك سيدي، شكرا لقبولك دعوتنا، وأرحب كذلك بأستاذ الاقتصاد في جامعة بوليد الأستاذ أحمد حيدوسي، مرحبا بك، شكرا على قبولك دعوتنا. وسيتواجد معنا عبر الهاتف الخبير الطاقوي والمستشار الطاقوي الأستاذ بغداد مندوش من سطيف. ربما نبدأ بك الأستاذ أحمد حيدوسي كبداية حول هذا الاجتماع المهم، حول هذا الاجتماع ربما اجتماع مفصلي لمنظمة أوبك بلاس للدول المنتجة لدول أوبك بالإضافة إلى الدول الكبرى خارج أوبك كروسيا، توقعات حول مسألة زيادة الإنتاج أو تجميد زيادة الإنتاج في الفترات المقبلة وفق ظروف المحيطة بهذا الاجتماع. أستاذ أحمد الحيدوسي، ظروف خاصة، كيف نتوقع هذا الاجتماع أستاذ الحيدوسي؟ شكرا، بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة هذا الاجتماع سيكون مفصلي لأنه هذه المرات على غرار مرات سابقة في منظمة أوبك، وثم بالتوسعة لحدثت في أول اجتماع في 2016 وتوسعت إلى 23 دولة بعد ما كانت 13 دولة والأعضاء المؤسسين. ما نشهده هذه المرة هناك تباين في الآراء والأهداف، كل دولة لها حساباتها الخاصة ولها أهدافها الخاصة من خلال لقاء هذا الاجتماع المصيري لمنظمة أوبك. هل سنشهد هذا اللقاء إما سيعزز منظمة أوبك إلى منظمة أوبك بلس أكثر أكثر، أو سنشهد نهاية لهذا التحالف الدولي من خلال اتساع الشرخ بين الأعضاء المؤسسين لمنظمة أوبك والأعضاء الإضافيين الذين اندمجوا مع منظمة أوبك وتوجهاتها وأهدافها من أجل تحديد ومن أجل تنظيم أسعار السوق الدولية للنفط. وبالتالي أعتبر هذا اللقاء مصيري منظمة أوبك. سأعود إليك أستاذ أحمد الحيدوسي. أستاذ بوبكر سلامي، نتساءل كذلك عن ظروف هذا اللقاء وهذا الاجتماع المصيري بالنسبة للدول المنتجة للنفط وكذلك من ينتظره من خارج منظمة أوبك. نتحدث هنا عن الدول المستهلكة وكبار المنتجين وكبار المستهلكين لهذا الوقود الأحفوري الكلاسيكي. عندما نتحدث عن النفط ظل لسنوات هو المهيمن وهو المسيطر في النسيج الاقتصادي العالمي، كيف نتوقع أستاذ بوبكر سلامي حول هذا الاجتماع؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على الدعوة. هي نعرف بأنه هذا هو سوق النفط، هذه هي فيها التضارب في عدم توازن كل مرة ما بين الطلب والعرض. هناك دول منتجة اليوم راهي راضية بالسعر اللي راهو فيه سعر البترول اليوم ما بين 70 و80 دولار، لأنه علاش كل الخبراء يقولوا بأن هناك كثير من الدول منهم الجزائر ما يقدرش يسير الاقتصاد نتاعها بالسعر اللي يكون منخفض. الخبراء يتكلموا على 80 دولار بالنسبة للجزائر وبالنسبة كثير من الدول باش يستمر الاقتصاد تاعها. في المقابل هناك مستهلكين للمصالح تاعهم، كل مرتبة عن النفط رايح يكون عليهم ثقل ونفقات كبيرة. نظن بأنه كان من المفروض أنه يكون اجتماع في 2022، بداية 2022، بحيث أنه يتم ضخ كمية إضافية حوالي 400 ألف برميل، ولكن مع هذا الأحداث المستجدة ومع هذا المتحور اللي ربما خلق خلل وارتباك في السوق العالمية لكثير من الدول راح يلجؤوا للاحتياط تاعهم. إذا لجؤوا للاحتياط تاعهم نظنش بأنه منظمة أوبك وأوبك بليس رايحين يلجؤوا لتخفيض الكميات في السوق، وبالتالي نظن بأنه رايح يكون اجتماع لحفظ التوازن. يبقى معي الأستاذ أبو بكر السلامي والأستاذ أحمد الحيدوسي. ننتقل عبر تتواجد معنا عبر الهاتف زميلة سمية غانم مفادة قناة الجزائر الدولية إلى وزارة الطاقة. سمية غانم، مساء الخير.
مرحبا وليد، مرحبا بضيوفك الكرام ومرحبا بكل مشاهدين قناة الجزائر الدولية. نعم، ضعينا في صورة زميلتي سمية غانم حول ما يدور حول هذا الاجتماع وأنت متواجدة في وزارة الطاقة. نعم وليد، إذن بدأت منذ قليل المحادثات في اجتماع أوبيك بلس بعد أن انتهت قرابة ساعة من الآن اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة. طبعا الاجتماع يكون عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد. الاجتماع هذا جاء في ظل استثناء جدا أمام مخاوف من تفشي السلالة الجديدة لمتحور كورونا أوميكرون الذي أربك نوعا ما السوق النفطية. طبعا بحسب التسريبات الأولية التي نملكها الآن سيتم الإبقاء على الإمدادات النفطية بمعدلها الحالي، وهناك توافق كلي في المواقف بين أكبر منتجي للنفط داخل أوبك وخارج أوبك، نتكلم هنا عن السعودية وروسيا، روسيا التي تضخ ما يقارب 10 مليون برميل يوميا في السوق، وأيضا السعودية بالإبقاء على الإمدادات النفطية في معدلها الحالي. وليس هذا فقط، بل بحسب التسريبات أيضا هناك سيتم وقف زيادة الإنتاج الذي يقارب 400 ألف برميل يوميا ابتداء من يناير جانفي القادم. طبعا الأجواء لا تزال حذرة جدا بسبب التفشي لفيروس كورونا المتحور الجديد أوميكرون الذي ربما قلب كل المفاهيم وقلب كل الأوراق، رغم التطمينات التي قدمتها منظمة الصحة العالمية في هذا الخصوص إن الوضع حذر جدا. لكن ما هو مطروح اليوم على الطاولة هو الإبقاء على الإنتاج بمعدله الحالي في تجاهل تام للمطالب الأمريكية التي جاءت على لسان الرئيس الأمريكي جو بايدن، والذي طالب من الدول المنتجة بزيادة الإنتاج النفطي لما سماه هو بدعم الاقتصاد العالمي. وكان الموقف الروسي واضح جدا بهذا الخصوص، وقال أنه ليس من الضروري رد فعل عشوائي لتعديل السياسة، بمعنى الإبقاء على سياسة الإنتاج الحالية هو ما هو مطروح. طبعا هذا كل ما هو متوفر الآن لأنه الاجتماع هو مغلق. سنطلعكم بالقرارات وبمخرجات الاجتماع وليد فورا تحصلنا عليها. شكرا زميلتي سمية غانم، كنت معنا من وزارة الطاقة، شكرا على ما قدمتيه. أهم الملاحظات الأستاذ أحمد الحيدوسي، وأهم ما تحدثت عنه موفدة قناة الجزائر الدولية إلى وزارة الطاقة، الإبقاء على زيادة الإنتاج، وقف نتحدث هنا على مسألة الإبقاء على الإمدادات النفطية رغم الضغوط الأمريكية، ضغط جو بايدن، وكذلك محاولة لم شمل الدول التي تريد الضغط على أوبك بدأها جو بايدن. ألا تعتقد أنه الموقف الأوبك بلس أكثر صلابة من ما هو عليه في السابق بتعنت في اتخاذ قرار لصالح زيادة الإنتاج؟ أستاذ حيدوسي، صحيح موقف منظمة أوبك بلاس هذه المرة أكثر صلابة من المرات السابقة، لأن كما قلنا في البداية أن كل دولة ولها حساباتها وأهدافها وموازناتها الداخلية، مثل ما كان يتكلم الأستاذ أنه بعض الدول أنه مثل الدولة الجزائرية تحتاج سعر برميل في حدود 80 دولار ليتحقق توازن في الميزانية. وبالتالي لما نشوف تباين الآراء الدولي، بعض الدول مثل الإمارات أنها قامت قبل كورونا استثمارات ضخمة واستكشافات كبيرة، وبالتالي تريد العائد على الاستثمار وتريد تشغيل هذه استثماراتها من غير ممكن أنها تصرف ملايير الدولارات على 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 استخراج وإنجاز آبار كبيرة ثم تقول لها تخفضي إنتاجك. بعض الدول كذلك تعرف أزمة داخلية، من بينها فنزويلا. فنزويلا تحتاج أنها تبيع، تحتاج إلى مداخل كبرى بسبب الضائقة المالية التي تعيشها. روسيا كذلك لديها حسابات، لكن روسيا في أريحية أكثر، رغم أنه روسيا سجلت عجز في الميزان التجاري الضخم جدا في تاريخي تقريبا 50 مليار دولار. رغم ذلك إلا أن روسيا في أريحية مقارنة مع بعض الدول، لأن عندها مصادر أخرى، عندها الغاز، عندها القمح، عندها موارد أخرى. كذلك السعودية كذلك سجلت انخفاض لما انخفضت أسعار البترول في سنة 2014، وبالتالي الموازنة العامة انخفضت كثيرا وأدت إلى اتباع سياسة تعتبر الأولى منذ عقود في السعودية، سياسة التقشف. السعودية معروفة بإنفاقها الكبير على المنشآت القاعدية وعلى بناء استثمارات، وبالتالي لما انخفضت
انخفضت أسعار البترول في بداية 2014 وثم تبعتها أزمة كورونا زادت بالضغط على الموازنة العامة في السعودية، وكما نعلم أن منظمة أوبك بلاس يقودها طرفان هي السعودية وروسيا من خارج منظمة أوبك. صحيح أن دول أخرى مثل إمارات مثل بعض الدول حتى الكويت هناك توقفات، لكن تبقى السعودية اللاعب الرئيسي في منظمة أوبك بلاس. يبقى معي الأستاذ أبو بكر السلامي، سنتصل ونربط الاتصال بالأستاذ بغداد مندوش الخبير الطاقوي. مساء الخير أستاذ بغداد. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أستاذ بغداد، نتحدث اليوم عن اجتماع مصيري لأوبك بلس في ظل المعطيات الموجودة والمتغيرات والظروف المحيطة بهذا الاجتماع. تسريبات من وزارة الطاقة تتحدث عن الإبقاء على الإمدادات النفطية في وضعها الحالي، يعني دون تغيير، ووقف زيادة الإنتاج في شهر جانفي المقبل. ربما كيف تقرؤون هذه التسريبات قبل صدور أهم قرارات اجتماع منظمة أوبك بلس أستاذ؟ هي شوف، الاجتماع هذا راهو يجي بعد الاجتماع نتاع 4 نوفمبر 2021 وين الأوبك بلس قرروا ارتفاع 400,000 برميل يوميا في الإنتاج. هذا اللي أدى إلى إنتاج الكامل للأوبك 27.8 مليون برميل يوميا. الاجتماع نتاع اليوم أولا فيه زوج معطيات، معطيات مهمة اللي راح ياخذها بالاعتبار. أولا قرار نتاع أمريكا والهند والصين وكوريا الجنوبية في ديستوكاج نتاع التخزين الاستراتيجي البترول، وبدأت الولايات المتحدة خرجت 50 مليون برميل من 650 مليون من التخزين الاستراتيجي نتاعهم. والثاني المؤشر الثاني اللي يكون اللي راح ياخذوه بعين الاعتبار هو الأوميكرون، هذا الفاريون يعني جديد اللي ممكن يؤدي على سلبيا على الاقتصاد العالمي وخاصة قطاع النقل، لأن نعرف أن البترول 70% من البترول هو مستعمل في قطاع النقل، خاصة الطائرات، الباخرات، السيارات، الحافلات إلى آخره. وبالتالي حسب اعتقادي الأوبك يا إما عندهم خيارين، يا إما يبقوا على الإنتاج الحالي لأن الأسعار راهي انخفضت في الأسبوع الماضي في خلال 24 ساعة، سعر البرميل تخفض ب10 دولارات، وهذا لم يحدث في سابقا يعني في تاريخ الاقتصاد الصناعة البترولية. من 85 دولار انخفض الى حاليا الى 70 دولار. اذا كان الاوبك بلس صراحة تاخذ قرار ان تزيد في الانتاج، هذا ثاني فيه ضغط من بايدن رئيس الولايات المتحدة باش الأوبك تخفض تزيد في الإنتاج. وطبعا هذا يفيد الاقتصاد الأمريكي بالدرجة الأولى. يبقى معي أستاذ، يكون في صالح الدول الأوبك خاصة. يبقى معي أستاذ بغداد مندوش حتى نعطي تفاصيل أكثر حول اتفاق أوبك بلس. إذن اتفاق أوبك اتفقت على الإبقاء على زيادة تدريجية بواقع 400,000 برميل يوميا جانفي المقبل، وانخفض برميل النفط بعد هذا القرار ب3 دولارات. ابقى معي الأستاذ بغداد مندوش حتى أعود إلى الأستاذ أبو بكر السلامي في دقيقة قبل أن نعود إلى ننتقل إلى محور ثاني. أهم قرار الآن هو ما يخص إبقاء اتفقت على 400,000 برميل للنفط إلى غاية يوميا إلى غاية جانفي، نتكلم على جانفي المقبل. إذن في قرار مفاجئ آخر
أسعار النفط تهاوت ب3 دولارات بعد هذا القرار ربما. كيف نقرأ أستاذ بوبك السلامي مع تسارع الأحداث حول هذا الاجتماع؟ نعم، إذا كان اليوم مازال ما دخلناش في التخفيض رسميا وانخفضت الأسعار بـ3 دولارات، يعني وش راح يكون الحال من بداية من جونفي 2022؟ إذا نظن بأنه إذا كان استمر الانخفاض كما راه عليه، نظن بأنه راح يكون اجتماع آخر أكيد في بداية سنة 2022 لإعادة النظر في القرارات، لأنه علاش كما قلت لك هناك مصالح متضاربة. المنتجين من حقهم أنه يتبقى أسعار البترول في معدل اللي يساعد الاقتصادية تاعها، والمستهلكين ايضا نظن بانه اذا كان هذا القرار تم المحافظه عليه بالاضافه الى قرار امريكا بضخ كميه ايضا في السوق، نظن بانه راح الاسعار تنخفض، وهذا راح يعود على الاقتصاد الجزائري اللي ممكن من بعد نتكلموا عليه. نعم، شكرا الاستاذ ابو بكر السلامي. اذا نعيد اول قرار اتخذته اوبك بلس عاجل فيما يخص اوبك بلس، اتفقت على الابقاء على الزياده التدريجيه بواقع 400 الف برميل يوميا جانفي المقبل، وتراجعت اسعار النفط ب3 دولارات بعد هذا القرار. الى المحور الثاني ننتقل الى المحور الثاني في البرنامج، والذي نخصصه للتداعيات المحتمله لظهور المتحور الجديد على قرارات اجتماع تحالف اوبك بلس، والذي ينتظر ان يبلور موقفا في خضم الخسارة القياسية التي منيت بها أسعار الذهب الأسود الأسبوع المقبل. نشاهد هذا التقرير ونعود لكم بعد ذلك للنقاش. تحت ضغط أوميكرون وضخ مخزونات استراتيجية لكبار المستهلكين، يلتقي مجددا أعضاء تحالف أوبك بلس في اجتماعهم الشهري، والهدف صياغة اتفاق يبدو عسيرا ومعقدا يجنب أسعار النفط مزيدا من التراجع في ظل مخاوف ضعف الطلب وعودة العالم لفائض المعروض النفطي خلال الربع الأول من السنة المقبلة. التحالف الذي أجل اجتماعه يوما واحدا سينظر في تداعيات المتحور الجديد لفيروس كورونا من دون إغفال تحذيرات من مخاوف جدية صدرت الاثنين عن منظمة الصحة العالمية. عندنا اجتماع تاع الأوبك والأوبك بلس، وراح ندرسوا تقارير خبراء في المجال، وراح ناخذوا إجراءات لكي دائما نبقى في إمدادات تكون جيدة بالنسبة للسوق، إمدادات لتخلي أن السوق يسترجع التوازن تاعه. التحور هذا الأخير اللي راه ينتشر بسرعة وخلى الدول الأوروبية وغيرها تبدأ تأخذ في إجراءات، فلهذا يكون يعني التأثير دائما يكون تأثير دائما أولي بالنسبة لهذا هذا التأثير بالنسبة للكوفيد هذا، وخاصة المتحور الأخير. التحالف الذي تقوده السعودية الحليف القريب لواشنطن وروسيا الخصم التقليدي للولايات المتحدة يواجه في المقابل حرب أسعار، بإعلان جو بايدن استخدام 50 مليون برميل من المخزونات الاستراتيجية البالغة حوالي 600 مليون برميل ضمن سحب منسق من الاحتياطي مع كل من الهند واليابان وبريطانيا وكوريا الجنوبية، خطوة وإن فشلت في خفض الأسعار بتسجيل ارتفاع تجاوز 2.5% في اليوم الموالي، فإنها دفعت السعودية وروسيا في إطلاق محادثات بعيدة عن الأضواء لبلورة رد على التحرك الأمريكي المنسق. تقارير أعلامية أشارت إلى أن الحليفين الجديدين يتجهان لاقتراح إلغاء زيادة مبرمجة في الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميا جانفي المقبل في تحدي سعودي غير مسبوق للإدارة الأمريكية. إذن نعود إلى البلاطو وسنتصل بالأستاذ بغداد مندوش. سأعود إليك الأستاذ أحمد الحدوسي. أستاذ بغداد مساء الخير مجددا. نعم نعم أستاذ بغداد، إذن سنناقش قرار أوبك بلس فيما يخص الاتفاق على الإبقاء على الزيادة التدريجية بواقع 400 ألف برميل يوميا جانفي المقبل، كيف تقرأ هذا القرار أستاذ بغداد؟ أنا في رأيي القرار هذا ما راحش يأثر يعني كثير على مش هو اللي راح يأثر على الأسعار، لأن الكمية 400 ألف برميل يومين مش كمية كبيرة، لو كان يعني ما جاش هذا المتحور أوميكرون اللي أثر على الاقتصاد، لأن الاقتصاد كان انطلق في نمو
اللي راح يجعل الطلب يزداد. قبل ظهور هذا المتحور أوميكرون كان الثلاثي الأول 2022 محتمل أن البرميل يوصل إلى 95 دولار. وبعد ظهوره عودة مثلا بنك أمريكي متخصص في تمويل البترول عودة تراجع إلى 82 دولار في الثلاثي الأول مش في جانفي، يعني المعدل تاع جانفي فبراير ومارس. هي طبعا الأوبك خذت القرار اليوم، لكن الأوبك تبقى تستنى في إعلان نتاع المنظمة العالمية للصحة فيما يخص تأثير هذا الفاريون هذا أوميكرون. إذا كان عنده تأثير سلبي على صحة المواطنين في العالم، وبالتالي يكون فيها قرارات يعني اللي راح تأثر على نمو الاقتصاد، أو ما يكونش عنده تأثير سلبي، وبالتالي الاقتصاد راح يكمل في النمو نتاعو، علما وان الكميات اللي وضعتها الولايات المتحدة في السوق من التخزين الاستراتيجي ملزمة بها، الرئيس ملزم به راح يلزم يعوضها في 3 أشهر على الأكثر 4 أشهر. نعم ربما معناتها في الثلاثي الأول أستاذ مندوش أبريل 22 معناتها الطلب 50 مليون برميل راح لازم يكونوا موجودين في الطلب. نعم السؤال هنا أستاذ مندوش، أستسمحك الأستاذ مندوش، حول تراجع الأسعار بعد قرار أوبك بلس، الآن ربما هذا القرار هل يؤثر على الأسعار في الفترة المقبلة أستاذ مندوش؟ قرار الأوبك ولا قرار تمديد في مسألة حول 400 إبقاء على 400 ألف برميل إلى غاية شهر جانفي، هل سيؤثر هذا القرار على أسعار النفط؟ في رأيي ما عندوش تأثير كبير. لأن الكمية مش كبيرة، 400 ألف برميل يومين مش كبيرة، يعني في الـ نعرف باللي الأوبك الإنتاج نتاعهم حاليا 27.8 معناها 400 ألف رايح يولي 28.2 والطالب قبل الكوفيد يعني قبل عامين 2018-2019 الانتاج نتاع الأوبك كان 32 مليون برميل يوميا. يعني الاقتصاد ممكن الاقتصاد رايح يطلب كمية أكثر إذا كان النمو يكمل يرتفع، لكن هو العامل يعني اللي راح يكون عنده انعكاس على النمو المتحور هو هذا المتحور. نعم. المتحور هو انتظار مدام المنظمة العالمية للصحة انتظار تقرير دارت بيان من أسبوع أو 10 أيام راح تخرج يعني قرار حول خطورة هذا المتحور. آنذاك الأوبك راح يأخذوه بعين الاعتبار، وممكن يعودوا يجتمعوا ويشوفوا إذا كان يعودوا يخفضوا في الإنتاج ولا. أستاذ مندوش أنت تربط أنه تأثيرات تأثير على أسعار النفط مرتبط بأوميكرون متحور الجديد وبقرار المنظمة العالمية بالصحة، وليس متعلقا ومرتبط بمسألة الإبقاء على الإنتاج أستاذ مندوش. أنا هذا هو رأيي. لأن علاش؟ لأن هذا 400 ألف ماهيش كمية كبيرة اللي راح تأثر. الشيء اللي راح يأثر وشنو هو مثلا هنا شفنا باللي كثير من دول حبست الاتصال مع 7 بلدان إفريقية للطيران. وهذه راح مباشرة الطائرات يستعملوا الكيروزان اللي هو جاي من البترول، مباشرة راح يكون فيه نقص في الطالب. مباشرة راح يكون تنقل ينقص، مباشرة راح يكون بعض المؤسسات راح تنقص في الإنتاج تاعها. هذا عنده تأثير أكثر من 400 ألف. ابقى معي الأستاذ بغداد مندوش حتى نواصل النقاش رفقة ضيوفي هنا في الضيفين في البلاطو، الأستاذ أحمد حيدوسي، الأستاذ أبو بكر سليم، الأستاذ أحمد حيدوسي. أوميكرون نحن نتحدث في المحور الثاني عن هذا المتحور الجديد، شاهدنا متحورات قبل الفترات في الفترات السابقة أثرت على أسعار النفط، وأثر كذلك قرار الغلق
للعديد من الدول على أسعار النفط. تحدث هنا عن المتحور بالدرجة الأولى أستاذ أحمد الحدوسي، جاء في ظرف يعني مفاجئ، نتحدث من جانب عن مسألة أوبك بلس، لكن هذا المتحور أثر كثيرا كذلك على أسعار النفط وفق ما يتحدث عنه الخبير الطاقوي الأستاذ بغداد مندوش الأستاذ أحمد الحدوسي. صحيح أنه فعلا أنه كما قال الأستاذ 400 ألف وشاطره الرأي، 400 ألف لا تؤثر على حجم الطلب العالمي، 28 مليون برميل طلب عالمي 400 ألف، وبالتالي الآن الإنتاج منظمة أوبك يدور في 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 28 مليون برميل، طلب عالمي يقارب إلى 100 مليون برميل، وبالتالي 400 ألف يعني كمية قليلة جدا لا تؤثر، وبالتالي نظرة أوبك وأوبك بلس أنها تروح تمشي تدريجيا في زيادة وضخ كميات أكبر. في الحقيقة هو حذر أكثر منه شيء آخر أستاذ حيدوسي. بالضبط، في الحقيقة أنه أنا كنت أرشح أنه أسعار البترول سترتفع وما زلت أعتقد ذلك، لأنه صحيح أنه جات الأزمة في الأيام السابقة وجات هذه الأزمة لما ضخت الولايات المتحدة الأمريكية تريد 50 مليون برميل وحتى 50 مليون برميل ضخها كاحتياطات عالمية ضخها في 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 الاقتصاد العالمي، حتى هي لا تعتبر كميات كبيرة لما نشوف أنه الطلب العالمي قلنا يوصل إلى 100 مليون وحتى 50 مليون ضخها في يوم واحد، وبالتالي لا تعتبر كمية كبيرة جدا. الذي أعتقده أن الأسعار ستتجه إلى الارتفاع. لماذا؟ اليوم لما نشوف على مستوى العالمي أنه الولايات المتحدة الأمريكية تعرف تضخم كبير جدا، نشوف كذلك أوروبا، الولايات المتحدة اقتصادها يمثل 20% أكثر من 20% من الاقتصاد العالمي، واليوم معدل تضخم وصل حتى 6%، وبالتالي التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية لما يسجل 1% له تأثير كبير على الاقتصاد العالمي. نزيد نشوف من جهة أخرى أوروبا، المنطقة الأوروبية اقتصادها يصل إلى 15% من الاقتصاد العالمي وتضخم فيها وصل إلى 4%، نفس الشيء يعني التضخم في أوروبا راه كبير. نزيد نشوف كذلك اليوم الصين اللي تضخم كانت متحكمة فيه لعقود طويلة، اليوم الصين تعرف تضخم كبير، وبالتالي لما نشوف على مستوى العالمي هناك تضخم كبير، هذا انعكس على جميع أسعار السلع على مستوى العالم. نجي نشوف لأسعار الطاقة اليوم، نشوف أنه السعر الغاز ارتفع ب 300%، نشوف سعر الفحم ارتفع ب 400%، لما نصل الى البترول نشوف معدل الارتفاع تاعو لم يتجاوز 100% يعني مقارنه بالسنوات الماضيه، وبالتالي لما نشوف نسبه التضخم على مستوى العالم وتاثيره على الاسعار ونشوف التاثير على البترول نجد ان البترول لم يرتفع، وهذا بعد لوجود عده أسباب أنها تضغط على البترول حتى لا يرتفع، ولو زالت هذه العواقب سامحني لو زالت هذه العواقب أعتقد أنه أسعار البترول ستقفز إلى مستويات أعلى. أسأل كذلك أستاذ بوكر السلامي، ظروف استثنائية وخاصة لاجتماع أوبك بلاس، متحور جديد ظهر فجأة في فترة الاجتماع أوبك بلاس كذلك وأثر على أسعار النفط مثل ما يتحدث أهل الاختصاص والخبراء وتكلموا كذلك أستاذ بوكر السلامي، كيف نتوقع الوضع مع هذا المتحور الجديد أوميكرون في ظل الحذر الشديد من منظمة أوبك أوبك بلس، نتحدث هنا عن الدول الكبرى المنتجة للنفط وانتظار كذلك قرار المنظمة العالمية للصحة حول هذا المتحور الجديد الأستاذ أبو بكر السلامي؟ نعم، شوف أولا أنا تفاجأت من القرار هذا، لأنه علاش إذا كان تخلوا الاجتماع هم متخوفين من المتحول الجديد اللي من المفروض أنه رايح يقلل الطلب العالمي وبالتالي رايح تنخفض الأسعار، ونزيد احنا كمية أخرى في السوق حتى وإن كانت كمية قليلة 400 ألف برميل، أولا كيف ستقسم هذه الحصة؟ هل الجزائر ستبقى في 960 برميل يوميا أم يزيدوا الحصة نتاعها؟ إذا كان احنا متخوفين من الآثار السلبية نتاع أوميكرون اللي رايح ربما يخفض الأسعار، لأنه الطلب رايح ينخفض معناتها الأسعار رايحة تنخفض أيضا، ونزيد كمية أخرى في السوق، هذه أولا. ثانيا أنه الأسعار سترتفع، أنا لا أتفق مع زميلي حدوسي الأستاذ في أنه الأسعار سترتفع إذا كان وصلت قريب 80، ولكن مع المتحور أوميكرون ومع زيادة هذه الكمية المنتجة في السوق أنا نتوقع أنه على الأقل بداية سنة 2022 رايح السعر ينخفض، إذا
تستمر في الانخفاض إلى أن تستجد هناك أمور لربما في المقابل يكون مسألة عودة مسألة عودة النسيج الاقتصادي وعودة النشاط الاقتصادي ربما ولكن الطلب اليوم الطلب الآن بالنسبة لهذه مع موسم الشتاء أستاذ مبكر السلامي ومرتبط كذلك موسم الشتاء الاستهلاك كثرة في أوروبا وفي بالنسبة للدول المستهلكة الكبرى نتحدث عن الهند عن الصين عن كل هذه الاقتصاديات من ناحية عندك ظروف اللي هناك فوارق عجيبة الأستاذ نعم هناك مؤشرات بأنه الطلب سيرتفع ولكن لما يخرج لنا هذا المتحور اللي ربما رايح نعود جئنا تدريجيا أو ولو نسبيا إلى الانكماش الاقتصادي لأنه هذا الأوميكرون اللي هو اللي طغى لهذا الاجتماع على الظروف القصة رايح يؤدي بالتأكيد إلى انكماش ولو جزء بالاقتصاد. هل هذا الانكماش سيكون بنفس الطلب المتزايد في فصل الشتاء والطلب العالمي؟ هنا تبقى المعادلة ربما تبقى منظمة الأوبك بلس تبع عن قرب هذا الأمر لأنه علاش ما لازم ثانيين نقولوا الأزمة اللي كنا فيها وهذا هو الخوف من خاصة بالنسبة للاقتصاديات الريع لأنه علاش ما عندكش أنت اليوم عندك برنامج اقتصادي وبرنامج نمو وبرنامج الطلاع ولكن تتوقف لك المداخل البترول أو المداخل الجبائية أو بالعمل الصعب يعني هذا هو الأمر اللي رايح يكون فيه ضغط وحسب الاجتماع هما المستهلكين تغلبوا في الرأي تاعهم على المنتجين المستهلكين تغلبوا في الرأي على المنتجين. أعود إليك الأستاذ بغداد مندوش مساء الخير مجددا أستاذ نتحدث عن ظروف استثنائية لمرتبطة كذلك بالجائحة مرتبطة كذلك بظهور هذا المتحور كذلك بالضغط من طرف جو بايدن والمنتجين وكذلك المستهلكين تحدث عن المستهلكين للنفط ربما ألا تعتقد أن هذا الاجتماع جاء في ظروف لم تقدم منظمة أوبك بلس نتحدث عن الدول المنتجة للنفط وكذلك كبار المنتجين تقدمهم روسيا أستاذ هي في الحقيقة ما تخدمش الدول الأوبك اللي عندها إنتاج قليل مثل الجزائر مثل نيجيريا مثل ليبيا مثل بالنسبة للضغط أنا في اعتقادي يعني تاريخيا وتقليديا الأوبك هي اللي تتحكم في الأوبك هي السعودية يعني ما نغطيوش الشمس بالغربال والسعودية وحليف للولايات المتحدة ويظهر لي أن السعودية خذات بالضغط اللي داروا عليها بايدن ومشات في رفع الإنتاج لأن في الولايات المتحدة رئيس بايدن ملايير دولارات اللي دارهم في الاقتصاد وإذا كان سعر البترول يرتفع فبالتالي الاقتصاد راح ينضر وخاصة للمستعملين والمستهلكين الأمريكيين اللي يستعملوا البنزين وغيره اللي جاي من البترول ارتفع كثير في الولايات المتحدة كان قبل الكوفيد كان يدير تقريبا واحد دولار فاصل ستة للجالون الجالون فيه 3.7 لتر حاليا راهو يدير 3.5 إلى 4 دولار وبالتالي زيد له التضخم اللي راه حاليا 6.2 عندهم فهو خذا قرارات لي يحافظ على الاقتصاد الأمريكي أولا وثانيا يحافظ على القدرة الشرائية تاع الأمريكيين وبالتالي كما السعودية اللي عندها إمكانيات تمشي الإنتاج نتاعها يقدر يدير 12 مليون برميل يوميا حاليا يدير 9 فكي تزيد في الإنتاج راي ربحه يعني ما عندهاش مشكل لكن الانعكاس السلبي راح يكون على البلدان اللي عندها اقل من مليون ونص برميل يوميا مثل الجزائر اللي حاليا 940 الف برميل يوميا فبالتالي احنا نحتاجوا سعر اكثر من 70 دولار اللي راح يضمننا مداخيل لبس بها أستاذ مندوش ربما تساؤل في ما يخص الوضع الولايات المتحدة الأمريكية هل انتصر بايدن بعد هذا القرار وبضغطه على أوبك بلس؟ عاود لي سؤال هل انتصر بايدن بعد هذا القرار
حول أوبك بلس بالضغط، الضغط الذي مارسه بايدن على أوبك بلس وقرارها الأخير نسبيا يعني نسبيا. هي شوف هي المعمول به عندما يكون تخزين أي رئيس كما دارها قبله بوش كي نحي كمية من تخزين استراتيجي ملزم عليه كما قلت سبق وقلت يعود يعوضه 3 شهور أو 4 شهور من بعد، هو يحوس يعوض الكمية هذيك بسعر أقل سعر ممكن، ما يساعدوش هو يعوض في العام المقبل 2022 ال 50 مليون برميل يعوضهم بسعر 80 ولا 85 دولار ويساعدوا أقل من 70 دولار، وهكذا كل الدول اللي تخزن في كي يكون البرميل السعر نتاعو أقل ممكن. هذا هو الهدف نتاعو. لكن انا بالنسبه ليا المحاور هذا المتحور اوميكرو من على اسبوع 10 ايام حسب ما تقول المنظمة العالمية للصحة ثم الأوبك، أنا في اعتقادي الأوبك راحين يزيدوا يجتمعوا ويديروا اجتماع غير عادي، يعني تتوقع اجتماع غير عادي بعد نتائج المنظمة حسب العالمية للصحة المعلومات اللي راح نتمدها المنظمة العالمية للصحة. جميل أستاذ بغداد مندوش، يبقى معي الأستاذ أحمد حيدوسي. الأستاذ بغداد مندوش يتوقع اجتماع آخر غير عادي بعد قرار المنظمة العالمية للصحة، وهناك توقعات وتقارير تقول أنه أوميكرون لم يصل إلى ذلك المتحور الخطير، لكن هناك تقارير أخرى تتحفظ على مسألة ضرورة ما زال الوقت المبكر للحكم على هذا المتحور، وعلى مسألة الغلق كذلك، لأن هناك دول بدأت تمارس سياسة الغلق ومنع من الطيران إلى جنوب إفريقيا إلى دولها. أستاذ حلوسي، في اعتقادي أنه العودة إلى سياسة الغلق في طريقة سابقة لن تكون، حتى أنه بعد سنة أو سنتين من أزمة كورونا هناك بعض الدول راجعت، خاصة مع الاحتجاجات الموجودة في أوروبا، راجعت سياساتها، وحتى في الولايات المتحدة الأمريكية أنه فيه أصوات كانت تقول أنه الغلق الصارم والشديد لم يؤتي بنتيجة جيدة للصحة وبالتالي أثر على الاقتصاد. لا أعتقد أن اليوم الدول تعود إلى نفس سياسة الغلق الصارم اللي كانت سابقا، وبالتالي لا أعتقد أنه الطلب على النفط سينخفض أكثر من ذلك. صحيح أنه سيتأثر أكيد بطبيعة الحال، لكن لابد أن نعرف شيء آخر، أنه أن الآلة الإنتاجية للنفط بعد ما أزمة كورونا توقفت، قبل أزمة كورونا لما انخفضت أسعار البترول في 2014 الكثير من شركات النفط خفضت استثماراتها، وزادت أزمة كورونا زاد خفضت هذه الشركات إنتاجها واستثماراتها، وبالتالي اليوم العودة إلى ضخ كميات كبيرة بسرعة لا أعتقد ذلك، وبالتالي أعتقد أنه بعد الانتعاش ويصدر بيان المنظمة العالمية للصحة اللي تقول ربما لا أعتقد ذلك ستكون هناك قرارات أخرى مكملة ربما من قرارات أكيد اجتماع اليوم. أستاذ أحمد الحيدوسي، هل فيه إضافة قبل أن أنتقل أستاذ أبو بكر السلامي في هذه النقطة؟ أعتقد أنه لن يتم الغلق مثل ما حدث من السابق، وحتى منظمة العالمية للصحة أعتقد ربما تتغير أشكال الغلق على مسألة ما هو تطورت في السابق المسألة. في البداية كان غلق كبير جدا أثر على المؤشرات والتقارير حول الغلق، ولا يمكن استمر بهذه الحالة على مستوى الدولي، حتى أنه هناك انتقادات واحتجاجات كبيرة للحكومات لغلقت، كانت مفروض تطالب باتهاد سياسات أخرى ممكن أنها تؤدي إلى نجاح اقتصادية أفضل. نجاح اقتصادية أفضل. أستاذ بوكر السلامي، ظروف محيطة بالاجتماع أوميكرون متحور جديد ومتحور عليه تحفظات من طرف الخبراء، نتحدث عن خبراء الصحة في المجال الطبي بدرجة الأولى، هل نشاهد ربما نعيش مرحلة أخرى مع أوميكرون ومرحلة أخرى مع أسعار النفط، أو مسائل الغلق بالنسبة للدول ستتغير أساليب الغلق والحجر الصحي كذلك، مع نتكلم على ظروف استثنائية تعيشها الاقتصادات العالمية وكذلك ارتفاع أسعار الطاقة؟ نعم، شوف أنا نظن بأنه فيه نوع من التهويل
بالنسبة لأوميكرون، فيه نوع من التهويل، لأنه علاش هذا المتحول الرابع يعني ما حدثش نفس الشيء مع حتى التهويل خدم الدول المستهلكة أكثر من دول المنتجة للنفط، لأنه خوف وخوف هذه الدول من أنه راح يكون انكماش، وبالتالي يجب تخفيض الإنتاج كمية المنتجة. والشيء اللي شفناه أنه كانت هناك زيادة، قرار تأخذ بزيادة الإنتاج. أنا نظن بأنه ما نظنش نعود نقوله كما قال الأستاذ إلى الظروف السابقة اللي كنا نتعامل مع كوفيد 19 في البداية والمتحور الأول والثاني والثالث. نظن بأنه ما كاش دولة اليوم راح تولي الغلق النهائي، لأنه علاش كانت صعوبات لإعادة الإنعاش والاقتصاد والاقتصاد العالمي والانطلاق من جديد. ما نظنش بأنه رايح الظروف تعود مقبل، خاصة وأنه أغلب الدول يعني كيف يقولوا تأقلمت مع هذا الفيروس إلى حد كبير، يعني كأنه أصبحنا نتعايش معها، وما نظنش بأنه نمشي للغلق. وإن كان علينا الانتظار للتقرير أو البيان تاع المنظمة العالمية للصحة، ونظن بأنك ما قلت لك مقبل منظمة الأوبك بلس راح تبقى قريبة من الأحداث، راح تتبع الأحداث يوم بيوم. ممكن يكون في اجتماع، وأنا نوافق الأستاذ اللي تكلم بأنه ممكن يكون اجتماع غير عادي بداية سنة 2022. إذا نظن الأهم شيء هو أنه يبقى هناك حوار، تبقى أبواب الحوار مفتوحة، لأنه علاش باش ما نوقعش في نفس التعنت اللي شفناه السابق وأدى إلى انخفاض الأسعار إلى أقل من 20 دولار. هذا هو الأهم، مهما يكون الانخفاض أقل من 70 أو أكثر من 80، راح يكون الفارق قريب اللي نتحكم فيه ونحافظ على التوازن تاع السوق. حتى معدلة الأسعار تريد العديد من الدول المحافظة عليهم، بينها الجزائر أستاذ. أكيد، لأنه الجزائر شوف أنا نمشي ونعود دائما نولي نقول بأنه يا ليت نخرجوا من هذا الوضع اللي هو اقتصاد ريعي، باش ما نبقاش كل مره حازمين كروشنا ونستناو في القرارات تاع الاوبك والاسعار طلعت والاسعار هبطت، لانه الاقتصاد تاعنا مرتبط باسعار البترول. نتمنى نخرج من هذا الوضع نهائيا، باش تولي عائدات البترول هي عائدات احتياطيه، وتبقى الاقتصاد المتنوع هو الاساس. إذا سننتقل للمحور الثالث والأخير الأستاذ أبو بكر سليم الأستاذ أحمد الحدوزي. إذا يختزل تحالف أوبك بلس 8 سنوات من التحرك المشترك لكبار منتجي النفط عبر العالم في فترة شهدت فيها الأسواق تقلبات جذرية بتراجع أسعار الخام دون 0 دولار في خضم ذروة حرب أسعار غير مسبوقة. شكل العام 2014 سنة مفصلية في العلاقات بين روسيا والسعودية والولايات المتحدة بزيادة إنتاج النفط الصخري الأمريكي، والذي أدى إلى انهيار أسعار الخام من 114 دولارا إلى أقل من 27 دولارا في 2016. هزة شكلت بداية تحالف غير رسمي بين الرياض وموسكو قاد إلى إنشاء مجموعة أوبك بلس المكونة من 23 عضوا، قبل أن يتفق التحالف لأول مرة في نوفمبر 2016 على خفض جماعي للإنتاج تحملت معظمه السعودية وروسيا. منذ ذلك الحين نجح التحالف في الحفاظ على استقرار أسعار الخام فوق 50 دولارا من 2016 إلى 2020، غير أن أسواق النفط ومعها التحالف واجهت أزمة من نوع جديد بدخول العالم في أخطر جائحة صحية تعصف به منذ قرن. في مواجهة الطارئ الجديد، اقترحت السعودية في 5 مارس من نفس العام على حلفائها في أوبك بلس تعميق تخفيضات الإنتاج، غير أن المقترح جوبها برفض روسي، ما فتح الباب أمام أقصى حرب أسعار في تاريخ الصناعة النفطية. 21 أفريل 2020 كان يوما أسودا في تاريخ أسواق الخام، إذ هوى سعر خام برنت القياسي إلى أدنى مستوى له في 21 عاما، فيما انهارت أسعار الخام الأمريكي إلى ما دون الصفر لأول مرة في التاريخ. انهيار كان ضربة قاسمة للجميع مع موجة إفلاس غير مسبوقة عصفت بشركة النفط الأمريكية، أضرار دفعت الرئيس السابق دونالد ترامب إلى التوسط بين الرياض وموسكو. أولى بوادر نجاحها دعوة لاجتماع دولي في 9 أفريل 2020، خلص باتفاق على خفض قياسي للإنتاج بمقدار 9 ملايين و700 ألف برميل يومياً.
مع تحسن الطلب خلال النصف الثاني من العام الماضي، سرع تحالف أوبك بلاس لزيادة ضخ الخام في الأسواق دون أن تواكب الزيادة تعافي الاقتصاد العالمي من جائحة كورونا. على مدى أشهر رفض تحالف أوبك بلاس طلبات كبار المستهلكين، في مقدمتهم الولايات المتحدة، بضخ المزيد من النفط الخام في وقت زادت أسعار الطاقة عن مستوياتها ما قبل الجائحة. إذن نعود إلى البلاطو للنقاش والحديث حول اجتماع أوبك بلاس في هذا العدد الخاص، ونتحدث كذلك عن هذه المجموعة أوبك بلاس 8 سنوات من الصدام مع الدول المستهلكة للنفط. أعود إليك الأستاذ بغداد مندوش، مساء الخير مرة أخرى. أستاذ، نتحدث في المحور الثالث عن أوبك بلاس، عن مسألة التوقعات المتباينة حول تطورات أسواق النفط لسنة 2022. ربما السؤال أستاذ بغداد مندوش، كيف نتوقع مستقبل أوبك بلاس، الدول المنتجة للنفط داخل أوبك وكذلك المنتجة من خارج أوبك، تتقدمهم روسيا أستاذ؟ شوف، هي التوقعات العام المقبل، الطلب العالمي حوالي 100 مليون برميل يوميا. نعم، هذا هما التوقعات اللي موجودة، يكون فيها ممكن تغيير حسب الانعكاس السلبي لهذا الأوميكرون. لكن حسب الأساتذة الأطباء في العالم بأسره يقولوا أن حاليا، ونشاطر الضيوف الكرام، ما رحش يكون غلق للاقتصاد كما كان في 2020، لأن فيه تجربة، فيه تلقيح، فيها في الدول المتقدمة تقريب معدل راه 80% من السكان تاعهم ملقحين. إذا ما راحش يكون فيه غلق للاقتصاد كما صرا في العام الماضي، وبالتالي أنا في اعتقادي الأسعار ما راحش تنهار كما انهارت في 2020. احنا بالنسبة للمنتجين، نعود لأوبك بلاس أستاذ بغداد مندوش، نتحدث عن هذا التجمع أو هذه المجموعة التي ربما منذ سنوات وهي تصارع وتكافح على مسألة ضمان أسعار مستقرة تخدم مصالحها بدرجة الأولى. أستاذ بغداد، كيف، ما هو مستقبل هذا المجمع الذي أو هذه الدول التي دخلت في صراع مع الدول المستهلكة؟ هي الأوبك حاليا، أوبك وحدها بلا روسيا والأذربيجان إلى آخره، الإنتاج نتاعها تقريب ثلث من الإنتاج العالمي. نعم، في 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 وقت انشات الاوبك كانت تمثل تقريبا 55% من الانتاج، يعني عندها تاثير، لكن حاليا ما راش عندها تاثير كما كان عندها التاثير اللي كان في السنوات الماضيه. هذه من جهه. من جهه اخرى، الحاجه اللي يعني صارت ثوره من 2015 هو البترول والغاز الصخري تاع الولايات المتحده، وحتى بلدان اخرى بدات تنتج مثل السعوديه مثلا الغاز الصخري، وبالتالي الأسواق البترولية تغيرت كثير مقارنة بالسنوات الماضية. روسيا علاش لازم تنسجم مع الأوبك بلس؟ لأن مصالحها مرتبطة بدول الأوبك بالنسبة للإنتاج نتاعها وبالنسبة للسعر، حتى هي ثاني لازم عندها كبلد ينتج كمية لبس بها ثالثة في العالم، لازم الفايدة نتاعها والمصالح نتاعها تنسق مع بلدان الأوبك باش تحافظ على سعر مستقر اللي يمكن لها باش تدير توازن ما بين في الميزانيه نتاعها، ونفس الشيء في كل البلدان نتاع الاوبك. كيما قلت لك سابقا،
هما اللي راح اللي ينضروا هما البلدان اللي ما عندهمش امكانيات نتاع انتاج كبيره. نعم مثل سنعود الحديث عنها الاستاذ بغداد مندوش في الجزء الاخير. هما البلدان نعم. اللي يحتاجوا كما حنايا مثلا في الجزائر باش نديروا انيكيليبر مع في الميزانيه نتاعنا نعم. على الاقل 110 دولار. سنتحدث عنها الاستاذ بغداد مندوش في الجزء الاخير من البرنامج. شكرا. يبقى معي الاستاذ بغداد مندوش الخبير الطاقي والاستاذ احمد الحيدوسي. نتحدث الان عن اوبك بلس 8 سنوات. نتكلم عن صدام مع الدول المستهلكه، دول الكبرى المستهلكه. نتحدث هنا عن الولايات المتحده، عن الصين، عن البرازيل، عن العديد، عن الدول التي الهند كذلك التي تستهلك وتستخدم كمية كبيرة من هذا الطاقات الكلاسيكية الأحفورية، النفط الأحفوري في نسيجها الاقتصادي. أي مستقبل لمنظمة أوبك بلاس، لتجمع أوبك بلاس عفوا، في خضم كل هذه التحولات؟ يتحدث الأستاذ بغداد مندوش عن إنتاج الغاز الصخري في العديد من الدول، الولايات المتحدة الأمريكية، السعودية كذلك لجأت إلى الغاز الصخري، تحدث عن طاقات بديلة وانتقال طاقوي. ما هو مستقبل تجمع أوبك بلاس في الفترة المقبلة؟ قبل ما نحكم على مستقبل منظمة أوبك بلاس، نحكم على أو نقيمها خلال 8 سنوات الماضية، نقدر نقول رغم التباينات ورغم الاختلافات في الآراء والتجاذبات والصراعات والحسابات، كل طرف له حساباته الخاصة، إلا أنه يمكن القول أن منظمة أوبك بلاس نجحت في ضبط أسعار البترول أكثر من 50 دولار وفما أكثر على مدة هذه السنوات السابقة. وبالتالي رغم هذا الخلاف، وكما شاهدنا السنة الماضية كان خلاف حاد بين السعودية وروسيا، إذا أن اليوم هناك تقارب كبير بين هاتين الدولتين. وبالتالي أعتقد أن لما نشوف منظمة أوبك بلاس أنها تسير إلى تكامل أكبر وأكبر، وربما أنها ستلتحم حتى الدول الخارجة الآن. نعم. لدخلت في أوباك بلاس، ربما ستنضم إلى منظمة أوباك في المستقبل، ونشاهد كقوة. نعم. كمنظمة قوية عالميا تحوز على 55% من الإنتاج العالمي للنفط. نعم. وبالتالي أعتبر أن منظمة بلاس نجحت في ضبط الأسعار. نعم. على المدى السنوات الماضية، رغم أنه السنة الماضية كانت هناك ظروف صعبة بالنسبة. نعم. وانخفضت أسعار البترول إلى ما دون 20 دولار للبرميل. جائحة كورونا قلبت كل الموازين. نعم. أستاذ أبو بكر السلامي، على أوبك بلاس وعلى أسعار النفط بالدرجة الأولى، وصلت إلى أسعار متدنية في السنة الماضية، أرقام كانت غير متوقعة، لكن الجائحة أثرت كثيرا على قرارات أوبك بلس. نعم، شوف، وصلنا إلى درجة أنه كان المنظمة مهددة بالانفجار، وكان وصلنا إلى انسداد أبواب الحوار في لحظة من اللحظات. الحمد لله اليوم أنه أوبك بلس أخذت مكانها في السوق النفط وأصبح عندها مواقف، ما بقاش الناس تتكلم على أوبك، الناس اليوم كامل تتكلم على أوبك بلس. أنا نظن بأنه يجب الاستمرار في هذا النسق من فتح أبواب الحوار، لأنه علاش أي انفجار راح يؤدي إلى انهيار الدول الصغيرة، لأنه الدول الصغيرة، لأنه علاش نسبة المشاركة في السوق العالمي بالنسبة للجزائر أمام السعودية أو دول أخرى لا تعتبر كمية كبيرة، وإن كان هي مبني عليها الاقتصاد الجزائري، ولكن إذا حدث انفجار وعدم اتفاق في الاجتماعات وعدم العودة إلى التوازن السوق العالمية، راح يعود بالسلب على خاصة الدول الضعيفة، وفي بعض الأحيان حتى على المستهلكين، لأنه لهذه اللي لازم المصالح تاع المستهلكين والمنتجين تكون متقاربة. في كل مرة لازم تتدخل المنظمة باش تحفظ للمنتجين وللمستهلكين المصالح تاعهم. نظن بأنه الأوبك بلس راهي واقفة وراهي مستمرة، نظن بأنه راح يكون متابعة للوضع وراح تكون هناك استقرار في رغم التطورات المحيطة. نعم. برغم اجتماعاتها العادية والغير عادية. نعم. على أوبك بلس. نعم. في خاصة في هذه الفترة مع الجائحة كورونا ومع المتحور الجديد أوميكرون، كانت ثلاث موجات وهذه رابع موجة أثرت كثيرا على أسواق النفط، لكن في المقابل هناك طلب على النفط وعلى الغاز كذلك. أستاذ أحمد، أستاذ أبو بكر سلامي، سأعود إليك أستاذ أبو بكر قبل أن نواصل فقرة الأخيرة من هذا العدد الخاص. توقعت مجموعة أوبك بلس عشية اجتماعها زيادة فائض النفط إلى 2 مليون برميل يوميا في جانفي المقبل، و3,400,000 برميل يوميا شهر فيفري المقبل.
إذا نعود مجددا إلى آخر فقرة في هذا العدد الخاص المرتبط باجتماع أوبك بلس وآخر ما أسفر عنه من نتائج. أستاذ بغداد مندوش، نحن في الفقرة الأخيرة لتوقعات وتطورات أسواق النفط سنة 2022، بالعودة إلى الجزائر، نتحدث عن الجزائر بصفة خاصة أستاذ مندوش، كيف نتوقع مسألة الاستثمارات في مجال النفط أستاذ، خاصة مع تراجعها في السنوات الأخيرة أستاذ؟ هي في الحقيقة تراجع مش غير في الجزائر، في العديد من الدول، في كل البلدان المنتجة للغاز والبترول، خاصة في الاستكشاف يعني الاكسبوراسيون، وهذا الانعكاس نتاعو هو الرينوفلمون دي ريزيرف، يعني كي ما يكونش استكشاف راح يكون فيه انعكاس السنوات المقبلة على 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 الكميات اللي ممكن يستكشفها كل بلد. هذه من جهة. من جهة أخرى ما ننساش احنا مثلا فيما يخص سوماتراك 2020 راهي الميزانية من قرار رئاسة، الميزانية نتاع التجهيز لانفستيسمون راهي نقصوا لهم 50%، وهذا راح يعني كان عندهم بزاف مشاريع نتاع الاستكشاف ونتاع تطوير الحقول اللي أجلوها إلى 2021 2022 2023، هذا راح يكون ثاني كذلك عندهم انعكاس على لا. على لا. على الإنتاج. وبالنسبة كذلك تفضل أستاذ، في السنوات العشرة الماضية كان مثلا 2012 2013 وحتى ال 15 لحقت سوناتراك الى 1,500,000 برميل يوميا. حاليا راهي ما تلحقش المليون برميل يوميا من الانتاج البترول طبعا مش الغاز. في السنوات المقبله الاستثمارات اللي راهي مبرمجه على 5 سنوات المقبله باش سوناتراك تعاود تولي على الاقل 1,100,000 و200,000 برميل يوميا. نعم، هل سنصل استاذ بغداد مندوش الى هذا الرقم بعد سنه وسنتين؟ هذه لازم نستناو السنه هذه. نعم. الاستثمارات اللي تمت والسنه 2022 الاستثمارات اللي راهي المشاريع تاع الاستثمارات اللي راهي انطلقت، ثم نعرفوا كيفاش راح يكون الانتاج. نعم. لان الانتاج يرتفع بعملين اثنين، حقول موجوده عندك بما يسمى استرجاع، يعني تيلفي لو طو دو ريكوبيراسيون، يعني تزيد في الاسترجاع. نعم. كما حق الحاسم سعود مثلا الى تزيد له 2 و2 و3% راح نسب الاسترجاع لو طو دو ريكوبيراسيون الا كان يطلع ب 2 ولا 3%. نعم. فيها تقنيات طبعا مؤسسات يعني مختصه، راهي 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 يمد لك 40-50,000 سنويا. هل سننجح في هذه النقطه استاذ بغداد مندوش؟ نتحدث عن هذه النقطه بالذات. اخرى فيه كذلك استكشافات في هذه السنوات الماضيه اللي بهذا الاستثمار الاستثمارات اللي راهي مبرمجه هذه السنه والسنه المقبله. نعم. باش يدخلوا في الانتاج، وهذه طبعا راح يزيدوا في الانتاج نتاع الكميات. نعم. الانتاج نتاع سوناتراك. طيب ابقى معي استاذ بغداد مندوش حتى اسال ضيفي هنا في البلاتو استاذ احمد الحيدوسي، نتكلم عن مساله الاستثمارات في مجال المحروقات ومجال النفط، نتحدث هنا عن الجزائر بصفه خاصه مع ربما تراجع استكشاف في الجزائر، لكن في العالم مثلما تحدث الأستاذ بغداد مندوش تراجع مسألة الاستكشافات في العديد من دول العالم، هناك لجوء الذهاب نحو الغاز الصخري، عديد من دول توجهت نحو الغاز الصخري تتقدمها الولايات المتحدة الأمريكية السعودية كذلك. نتحدث هنا عن مسألة الاستثمارات أستاذ أحمد الحيدوسي، مع تماشي دول العالم نحو والذهاب دول العالم نحو مسألة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، سوناتراك كذلك ربما توجهت نحو هذا المجال، كيف نقرأ خطط سوناتراك في المستقبل حول تنويع الانتقال الطاقوي كذلك في هذا المجال؟ صحيح أنه
تراجع الاستثمارات على مستوى العالم، ليس فقط سوناطراك الشركة الجزائرية للمحروقات وين خفضت في السنوات الماضية رصدت مبالغ نظن 7 مليار دولار للمواصلة في استكشافات وتطوير حقول النفط، لكن مع انخفاض الأسعار بترول كما أشرنا سابقا أنه في 2014 بدأت العديد من الشركات النفط تتخلى، بالإضافة إلى زجة أزمة كورونا تخلات كثير ووصلت أسعار البترول إلى ما دون العشرين دولار. هناك قانون المحروقات جديد كذلك. نعم تخلات كثير من الشركات عن الاستثمارات. اليوم العالم يتجدد والعالم يتجه خاصة كما شهدنا في 2016 اجتماع باريس للبيئة، ثم في 2021 في اسكتلندا قمة المناخ. اليوم العالم يتجه نحو الطاقات الجديدة، وسوناطراك الشركة المحروقات الجزائرية تفكر وطرحت أنها برنامج استثماري في هذا المجال، منها إنتاج الكهرباء أكثر من 1000 ميجاوات بطاقة شمسية، لأن أغلب إنتاج الكهرباء في الجزائر لم نقل يقارب 100% عن طريق الوقود الأحفوري وهو الغاز. اليوم سوناطراك تفكر وعدد كثير من الدول الاتجاه إلى بديل لاستخدام الوقود الأحفوري بسبب تداعيات البيئة. في هذا الظرف نشاهد بعض الدول اليوم تعتبر أن الطاقة النووية هي كذلك طاقة نظيفة رغم مخاطرها على الإنسان. واليوم نشوف مثلا فرنسا، في جنوب فرنسا هناك استثمار ضخم لمركز نووي أو محطة عفوا نووية لإنتاج الكهرباء، تعتبر من بين الأكبر في العالم. دونك العالم ينوع مصادر الطاقة، والفحم الحجر اللي كان في السنوات الماضية تخلى عنه بدأت بعض الدول بسبب تعود له بسبب انخفاض أسعاره. ابقى معي الأستاذ، تحدث مع الأستاذ كذلك، وأسأل الأستاذ أبو بكر السلام، ضيق الوقت داهمنا الوقت وانتهاء برنامج هذا العدد الخاص من في قناة الجزائر الدولية. أستاذ أبو بكر السلام، نتحدث عن الاستثمارات، نتحدث عن قانون محروقات جديد في الجزائر، ربما يخدم، وقانون استثمار كذلك يخدم هذا المجال مع مسألة الانتقال الطاقوي بالدرجة الأولى. سي بوكر سلامي. نعم، ننظر بأنه القانون هذا لازم يتمشى مع دراسة استراتيجية واستشرافية، لأنه علاش اليوم أنت تستثمر في النفط والنفط عندك كمية مثقفة، يعني لازم صحيح تستعد لأنه ممكن تكون فيه طالب عالمي، ولكن احنا نعرف بأنه الكمية المصدرة من طرف الجزائر محدودة ومحددة، ممكن تكون فيه إضافة في بعض الاجتماعات كما هذه، ولكن احنا عندنا سقف صحيح. لازم كاين هناك آبار اللي توقفت، لازم نكون على استعداد لتنقيب على آبار جديدة صحيح، ولكن نظن بأنه الانتقال رئيس الجمهورية كان وضح بأنه رايح يفتح الاستثمار كبير في باقي مناجم الذهب والحديد وغير هذه من جهة أخرى. هناك طلب، هناك دراسات بأن الطلب على البترول رايح ينقص، فيه الغاز نعم على مدة 20 سنة أو أكثر رايح يرتفع الطلب عليه، يجب الاستثمار في الغاز، وإحنا عندنا يعني إمكانيات كبيرة في هذا الميدان. أمر آخر هو أنه يجب أن نتماشى مع الاستراتيجية العالمية، إما الطلب على مدة معينة من على 5 سنين 10 سنين 15 سنة، إما الإمكانيات تاعنا باش ما نمشيش في طريق خطأ وهو الاقتصاد الريعي. اقتصاد الريعي. أستاذ بغداد مندوش، قبل أن نختم بقية دقيقة واحدة، نتحدث عن مسألة قانون المحروقات، قانون الاستثمار الجديد، هل سيخدم مجال الطاقة بالدرجة الأولى أستاذ؟ قانون المحروقات الجديد حقيقة فيه بزاف بنود لمشجعة للمستثمرين وشركات البترولية الكبرى اللي موجودة وغيرها، لكن قانون المحروقات وحده ما يكفيش، لازم لك مناخ لتجيب المستثمر. ما بين المناخ، قانون الاستثمار هذا الجديد مازال ما شفناش، يعني مازال ما خرج، وكذلك لازم الجزائر يعني ككل تقلص من البيروقراطية، لأن فيه مناخ للأعمال في القطاع البترولي ولا غير القطاع البترولي. باش يجيك مستثمر لازم هو راه ما عندوش غير الجزائر، عنده دول أخرى، ويروح وين يستثمر وين عنده أقل مشاكل وين عنده أكثر أرباح. هذا هو باش تجيب المستثمر الأجنبي. المستثمر الأجنبي. شكرا جزيلا لك الأستاذ بغداد مندوش. شكرا. كنت معنا الخبير الطاقوي في هذا العدد الخاص من البرنامج
الذي يمر عبر قناة الجزائر الدولية حول اجتماع أوبك بلس. الشكر موصول كذلك للخبير الاقتصادي أستاذ الاقتصادي بجامعة البوليدة أستاذ أحمد الحدوسي. شكرا على ما قدمته في هذا البرنامج. الشكر موصول كذلك للدكتور أبو بكر السلامي الخبير الاقتصادي. شكرا جزيلا لك على ما قدمته في هذا. إذن العدد بهذا نختم هذا العدد الخاص من قناتكم الجزائر الدولية. ألقاكم في أعداد أخرى. إلى اللقاء.